بعد اذن تعالي نبتدي بالنقطه اللي نهوان ذكرتها، لان هي فعلا في منتهى الاهميه، فكره العادات الخاطئه. واحنا تقريبا كلنا بنعمل ده، سواء في القعدات، في السواقه، في القعده قدام الكمبيوتر، في رميه الراس لقدام عشان نشوف الموبايل ايه اللي موجود فيه. يعني كلنا بنعمل النوع ده من الاخطاء. عايزين نعرف منك مدى خطوره هذه الامور. كل الاصابات لما نيجي نرجع للهيستوري بتاعها والتاريخ بتاعها، بنكتشف ان هو بسبب ان طبيعه العمل نفسها على لونج ران، على الفتره اللي فاتت دي كلها، في حد طبيعه شغله ان هو قاعد على لابتوب مده طويله، او طبيعه شغله بيوقف مده طويله، او ان هو يمسك الموبايل طول الوقت. الحاجات دي كلها على لونج ران بتعمل لي مشاكل كبيره قوي، زي مثلا مشاكل الموبايل واللابتوب وغيره. اغلب مشاكل الرقبه بتيجي من الحته دي طبعا، غير اللي اتكلمنا عليه الحاجات الغلطه اللي بتحصل في الجيم وشيل الاوزان وبتاع. خلينا نتكلم في الاول عن العادات اللي هي اصلا اللي كلنا بنعملها، سواقه العربيه. الكلام ده بنلاقي ناس بتسوق العربيه مثلا ماسكه دريكسيون بالكتف بناحيه واحده وعالي، ودايما مشغله ناحيه سايد واحد، فمتنشن عضلات رقبتها السايد ده طول الوقت. ده بالتبعيه بيأثر على الفقرات، انه يضغط لي الفقرات في بعض، فتبدا تضغط على الغضروف، فيبدا يحصل عندي الانزلاق الغضروفي او مشاكل الانزلاق الغضروفي اللي بتبدا تحصل. وهي حاليا بتحصل، المشكله انها بدات تظهر في سن صغير كتير قوي. يعني انا بيجي لي 17 و18 سنه عنده انزلاق غضروفي. الحاجات دي احنا زمان اللي هي بنقول عامل السن، يعني لما حد يجي ده عامل السن. دلوقتي بقى اي حد اوردر كده ماسكه الموبايل كتير قوي، انا قاعد ومستريس رقبتي ومتنشن واخد الفقرات في بوزيشن غير الاناتوميكال بوزيشن او البوزيشن الصح بتاعها، ده برضو بيحط لي في البوزيشن. يعني احنا بالمناسبه برضو عشان نعرف الناس الحل ايه، مبدئيا نرفع الموبايل لفوق، مش احنا اللي نوطيه. احنا دايما في الناتشرال بوزيشن، في البوزيشن اللي هو الطبيعي بتاعتنا، ان هو دقنك عليك والموبايل في النص كده، لابتوب في النص، شاشه التلفزيون. بتلاقي ناس في البيت معلقه تلفزيون على حيطه عاليه قوي، بيضطر طول الوقت هم قاعدين كده، برضو قلبين الفقرات مثلا لورا، فيبدا ينزل يحصل انزلاق غضروفي خلفي، او ان هو قاعد على لابتوب فاللابتوب طول الوقت كده. لا، اخلي الحاجه على ليفل النظر بتاعي، طول ما الحاجه في ليفل النظر فانا محافظ على الاناتوميكال بوزيشن بتاع الفقرات بتاعتي. القعده للظهر مثلا، في ناس بتلاقيها قاعده في الكرسي بتزحلق نفسها قوي في الكرسي، او هو بيسوق يزحلق نفسه قوي، مش محافظ على الكيرف بتاع الفقرات القطنيه، فيبدا يحصل ستريس على القطنيه. بشيل حاجه من الارض، بوطى اشيلها بالشكل ده. وبمناسبه القعده، احنا قاعدين كده صح اصلا؟ لا، انت كده تمام. انا كده كويسه. انت كده كويسه. انا اللي دايما عندي مشكله في موضوع القعده ده، وطول عمري يعني فكره ان فرد ظهر. على فكره في كتير من الاباء والامهات دايما يقولوا لاولادهم ايه، افرد ظهرك. النصيحه دي غاليه قوي، بس مش بندرك اهميتها. انا من كتر افرد ظهرك واحنا صغيرين. لا كويس ان انت استجبتي للنصيحه، برافو عليك. لا انت كده تمام. انت عديتي كده، انت من الاحرار. لا لا، بتعمل مشكله كبيره الموضوع ده. اولا بيبدا يظهر اتب في الكتف، اتب في منطقه الثراسك الراوند شولدر بالظبط، كيفوزيس اللي هو اتب في نص الظهر، بتبدا يعمل سكليوزيس او انحناء في العمود الفقري. الحاجات دي ليها حل؟ كلها ليها حلول طبعا. علاج يعني طبيعي ولا ممارسه رياضه؟ الاثنين. الاثنين. ومن الاول خالص ان انا اظبط الميكانكس بتاعت جسمي، يعني انا لازم ابقى فاهم انا اقعد صح ازاي، طالما شغل بيتطلب مني ان انا اقعد على لابتوب او اسوق او غيره، فاخد البوزيشن الصح. يعني طالما كده فاظبط الميكانكس الاول بتاعت جسمي، بعدين ابدا ادور على المشكله وما استناش ان تحصل عندي مشكله. هو ده اللي بنتكلم عليه بقى، ان انا طبيعة شغلي بتحتم عليا، او وضع بيحتم عليا، او ضع غلط، او ان بقعد مده طويله، بقف مده طويله، ايا كان، ما استناش ان انا تحصل عندي مشكله فريكفر بسرعه. ابدا اعمل ريكفري وابدا اعمل استشفاء، ما اوصلش العضلات للتنشن اللي بيخلي يحصل عندي اصابه بعد كده. هو ده الفكر اللي محتاجين ان هو الناس تستوعبه شويه.